وصلنا لختام صباحنا لليوم مع فقرة كتير حلوة وكتير ظريفة، والروائح اليوم بلشت تهف بالاستوديو بين تخرج وفرحة عرس وولادة. عم يبرز دور تفاصيل الفرح لتتميز كل مناسبة من مناسباتنا وتظهر بأبهى حلة. ولما نحكي عن المناسبات وعالم الهاند ميد، تلعب صناعة الصابون بروائحها العطرة ومنتوجاتها المختلفة دور بتزيين المشهد وإضافة لمسة سحرية. لنحكي أكثر عن صناعة الصابون ونتعرف على منتجات فريدة، الحرفية رهف شرف مختصة بصناعة الصابون، صارت معنا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكي رهف. أكيد يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أول شيء متشكرك على وجودك معنا، ومثل ما قلتي نيرمين روائح كثير حلوة ولمسة أضفتي عن جد لمسة رائعة على الاستديو. بالبداية خلينا نحكي عن الصابون، نحكي عن المكونات الأساسية اللي بتستخدميها لصناعة الصابون. هلا صناعة الصابون بشكل عام بتتكون من مكونين اساسيين اللي هو الزيت ومادة قلوية اللي هي الصودا الكاوية. خلال هالمكونين انت بقى نحن بنضيف اضافاتنا اللي نحن بدنا اياها، ان كان زيوت عطرية، ان كان فيتامينات، اي شيء الوان نحن بنضيفه على هالمكونين الاساسيين ليتشكل عنا الصابون اللي نحن بدنا اياه. اكيد. خلينا نحكي شوي هالريحه الحلوه من وين جايه، شو المكونات اللي عم تستخدميها، ونبلش شوي شوي نستعرض المنتجات مع بعض. هلا نحن وقت بنساوي الصابون بنضيف نحن الزيوت العطريه اللي احنا بدنا اياها، او حسب الطلب الزبون بيكون مثلا بيحب روايح النظافه او روايح الشرقيه مثل العود والمسك والعنبر، فمنضيفهم نحن خلال صناعة الصابون، نحن منضيفهم على الصابون ومنشكلهم بأشكال، وبتضل الريحة موجودة بقلب الصابون. أكيد رهف، أنا أكيد لفت لي نظري هاي الصابونة الصغيرة، خلينا نحكي عنها بما أنه هي حرف الاسم مثل اسمي سمر، خلينا نحكي عنها وشو الريحة اللي حاطتي لياها. هدول الأحرف ممكن يتاخذوا لتوزيعات ولادة أو ممكن لأعياد ميلاد، كتير بياخذوها لأعياد ميلاد، بتضل سوفينير حلوة للولاد. الحرف تبع صاحب المناسبة ممكن نساوي له، منضيف عليه تصاميم مثل تاج أو بابيون أو أي شيء هو بيختاره، واللون طبعا حسب هو اختياره. ريحتها من شو؟ الروايح ريحتها رمان. تمام. روايح رمان، في كمان ريحة الدوف، هدول أكثر الشيء العالم بيحبون لأنه روايح هادية، روايح نظافة بعيدة عن الروايح الثقيلة مثل المسك والعود يلي انت ماسكتيهم. هدول تشكيلة رمضان، هذا البوكس اللي كتير حلو شكله من تشكيلة رمضان، يعني من الألوان رمضان. والمسبحة والتنسيق. خلينا نحكي عن روايح المستخدمتية والأشكال، يعني كهدية بدي فوت لعن شخص ما في أحلى من هيك هدية. تمام. هي يعني كمان بتضل دائما طول العمر بتضل ذكرى حلوة، ريحتها ما بتروح، خصوصي الروايح الثقيلة مثل هدول المسك والعود، روايحها دائما ان شاء الله، وموديلها كثير حلو، حتى ممكن انت تستخدميها، يعني اللي بحبوا يستخدموها مع سجادة الصلاة او حتى بيعلقوها بالسيارة، فبتعطي ريحة حلوة. رهف شو بتلاقي، شو بيميز منتجاتك عن غيرك، شو المميز؟ هلا انا عم شوف مثلا مثل ورد ومثل الاحرف مثل كانه هون للولاده، احكي لنا عن منتجاتك اكثر وعن الميزه تبعهم. هلا لازم الواحد يكون عنده موديلات كثيره وغير يعني غير الباقي مميزه، مشان ما يكون في دائما نحن عم نكرر الموديلات، لازم يكون في موديلات مبتكره، دائما نطلع بشيء جديد، نبعد عن الشيء التقليدي مشان نضل نحن مميزين عن غيرنا. فدائما نحن عنا لكل مناسبه اكثر، يعني اكثر من 5-6 موديلات، مثل هلا مثلا التخرج، هلا موسم التخرج فعملنا طبعا هيك هدول الموديلين. ولسه كمان في تقريبا 3 موديلات كمان لسه عم نشتغل عليهم مشان نطرحهم هلا ان شاء الله، وفي للولادات كمان في مثل هون هالاشكال هي لصبيان وبنات. طبعا لصبيان وبنات، بنات سنون. بدي اسالك نيرمين، اكثر قطعه لفتت لك نظرك؟ انا ما في شيء ما حبيته صراحه، ما في عندك قطعه مثلي انا مثلا، انا لفتت لي نظري هي ريحه النظافه، يمكن حبيت هي الورد. الورد حبيت الورد هيك كثير عم يحبوا البوكيهات لانه بتعطر الصالون. صحيح. ويعني غير مثلا الورد الصناعي، الورد الصناعي ممكن تاخذيه شكل بس بدون ريحه ما فيه حياه، اما الورد من الصابون موديل حلو حتى الوان حلوه، انت بتختاريها حسب ديكور بيتك وبضل ريحته فايحه بالمكان اللي موجود فيه. رهف بدي اسال عن موضوع كثير مهم، انا اشتريت هاي القطعه، كيف ممكن انا احافظ على ريحتها تضل فواحه؟ يا ترى لها شروط حفظ معينه وقديش بتدوم؟ لا ابدا ما لها شروط حفظ، يعني هو الصابون خلص متى ما تصنع ونحط له العطر
ابدا ما بيصير له شيء، ممكن بس انه بعده شوي عن الشمس كرمال اللون، احيانا شوي بيتاثر باللون بيبهت شوي. ممكن بالشتاء بسبب الرطوبه الشديده ممكن يتاثر شوي، بس بشكل عام ابدا ما بتروح ريحته، بتضل تقريبا. هلا نحن عملنا اختبارات سنة ونص، الصابونة لسه ريحتها فيها، فبتدوم إن شاء الله الريحة. يعني أكثر من الورد الطبيعي صارت. إيه طبعاً الورد الطبيعي يعني يومين وخلاص، يعني نوع الكب الباقي. هلا مثل ما الروائح حتبقى بكل موسم له ريحة خاصة، بالصيف شو بتشجعي أو شو بتقولي شو هي القطعة اللي لازم تكون موجودة عنا بكل بيت؟ شو هي؟ هلا أنا أول شيء بسأل الزبون إنه شو هو مناسبته، هو لشو بيميل، للروائح الهادية الرايقه. انا بنصحه بمثل هي قطعه الرمان، هدول روايح رمان، مثل هي مثلا دوف. لما شوي نروح على الالوان البيج والغوامق البني، هون صرنا مسك وعود، هي روايح الثقيله الثقيله الشرقيه، ممكن كثير بحبوها برمضان مثلا هلا عيد الصيف، بدنا هيك ريحه فواكه وفريش وقصص. ايه فحتى في عنا ريحه التوت كثير حلوه، ريحه اللافندر، هدول الروايح الصيفيه. اما الروايح الثقيله هن المسك والعود اكثر شيء. حتى في عنا للاعراس كمان، في عنا للاعراس موديلات محدده، وفي عنا كمان لاعياد الميلاد مثل هي القطعه. خلينا كل قطعة منشوفها هي عن جد مشغولة بحرفية، حتى التفاصيل أنت كتير مهتمة فيها، الألوان كيف مدخلتيها، قديش بتاخد معك كل قطعة شغل، وكيف هو هاند ميد يعني بالبيت الورشة؟ بالبيت. كيف تقدري كيف بلشتي بالقصة؟ يعني كل قطعة مثل ما قلت لك هي عن جد اللي بيشوفها يعني مثل أي صورة حقيقية بتكون. تمام. هلا هي المشروع كلياته بداية كان امي، يعني هي اللي فاتت بالموضوع، وهي اللي كثير عملت تجارب بالبيت، ضلت تقريبا على مدى 6 اشهر تعمل تجارب وخلطات، شيء ينجح شيء لا، فضلت هي اللي مسابره على القصه. وبعدين بقى نحن دخلنا معها، دخلت مع انا مشان بقى نجدد نكبر الموديلات. طبعا. نفوت بالورد بالتوزيعات المباركه الولاده، وبلشنا بمشروعنا والحمد لله يعني نلاقي كثير رواج حلو لانه طبعا شغله جديده. اكيد. رهب مثلا بتيجي وحده لعندك بتقول لك انا جا على بالي هي الفكره، جا على بالي هالالوان، ممكن تعملي لها اياها؟ وكيف انت ملاقيه الاسعار؟ هل الاسعار مناسبه للجميع؟ طبعا هلا الموديل اللي هي بدها اياه طبعا بنساوي لها اياه، حتى اذا هي كمان كان في فكره ما لها موجوده بالسوق ممكن نحن نساوي لها موديل خصوصي لها، يعني ممكن حتى ما عاد حدا يشتري لانه هذا بيكون مثلا خاص بشركه معينه او بمناسبه معينه. بالنسبة للأسعار، الأسعار كتير رمزية ومناسبة للكل، وكمان حسب وزن الصابون، يعني حسب وزن القطعة، مثلا ملاقينا هي مثلا غالية شوي ممكن نحن نقلل من الوزن فبتقل التكلفة. تمام. يعني الأسعار بمتناول الجميع. يعني الجميع. شو حاملة؟ هاي الصندوق كتير حبيت شكله. يعني الواحد أول ما يخطر له بدي يفتح يشوف شو في، بلاقي صابون. كمان يمكن حسب شو أخذت خبرة، مسك هذا؟ إيه هذا مسك. حسب اللون. هلا هدول القطع ما شاء الله ما شاء الله عليك. هلا هي ريحة المسك ما بتخبي حالها أبدا، معروفة. هدول قطع معطرة بينحطوا بين الثياب أو ممكن على رف الحمام. هلا خصوصي وقت بتعرفي ضب الصيفي والشتوي بنحطوا هدول بين الثياب، ابدا ما بياثروا على الثياب انه مثلا بيفشوا مثلا او بيطبعوا لون او شيء، ابدا ما بيتاثر، وبتضل ريحتهم حلوه للموسم الثاني يعني للشتويه الجايه ان شاء الله. في اتنا متيل كانت عم تقول لي انه بين صيفي وشتوي وعم ننقل على بيت جديد، حاططهم يمكن بزاويه الخزانه او الدرج، فريحه البيت كلها حافه نظافه. حتى في شيء خصوصي للخزن مثل هون في البوكس بتعلقيه تعليق على العلاقه، ممكن تشوفه هي. هي. هي هي ايه تمام هي هيك بتتعلق تعليق هي بقلب الخزانه، بقلب الخزانه، حتى ممكن تتعلق بالحمام. تمام. بالسياره، بس هلا اكثر شيء بيحبوا للسياره المسبحه، كثير بنلاقي رواج. الروايح تبع الغزال، كل الروايح، كل الروايح انت حاطتي اكثر من ريحه مع بعضها؟ هلا هي مثلا ريحتها مسك. تمام. لا كلها مسك بدها تكون. في عندنا مثلا انه نساويها كلياتها رمان او ليمون، في ناس بيحبوا روايح الفريش يعني ليمون، فبنساويها حسب الطلب. حتى الباقات يعني حسب هن لون ديكور بيتهم، الروايح اللي هن بفضلوها كمان بنساوي لهم اياها حسب ذوقهم، حسب ما بدهم هن. يعني رهف قبل ما نختم معك، في شيء هيك نصائح ممكن توجهيها لحدا عنده مناسبه، عنده قصه بده يحضرها بحسب شو عم نشتغل بعالم الصابون؟ هي فكره كثير حلوه، وصراحه هي هلا صايره الترندي اكثر شيء،
والدارجة أكثر شيء بعيد عن الكريستال، ممكن توزيعات ولادة كريستال أو ممكن ياخذوا شيء خشب أو شيء، هدول كثير عم يكونوا حلوين، خصوصي إنه بينصمدوا مثلا مثل باقات الورد بينصمدوا، ما بتروح ريحتهم وبتضل ذكرى حلوة عند الكل. أكيد. أول شيء بالختام بقول لك شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم. وأكيد بدي أتشكر والدتك لوجودها معنا، وشكرا على الفكرة تبعك، وعلى بتمنى لك أكيد النجاح والتألق لك ولبنتك رهف إن شاء الله. ولهون أكيد بنكون لوين وصلنا نايمين بالختام. أكيد بدنا نشكرك رهف، وشكرا للمسة الحلوة والحرفية أكيد بالصنع. شكرا لكم على الاستضافة. لقاءاتنا متجددة معك أكيد. شكرا لك.